ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you, Sheikh Muhammad? I hope that you are in a good health. Last in today's video, the kind of help for you have to memorize Surah An-Naml in a perfect way. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير ما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتين بجنود لا قبل لهم بها فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم أذلة صابرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإن عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.